يعني ممكن اعمل فانكشن اسمها ديفاين فانكشن كده اسمها او في الانيشيشن ساعدنا يعني وانت بتكلم الكلاس. احنا مش عاملين كلاس هنا، احنا بنتكلم كل واحده واحده تو تايب. ممكن اسميها مثلا ايه سيرفر سبيسيفيكيشن، هي اعدادات او الحاجات الخاصه بالسيرفر. لو حد عايز يحدد الاعدادات بتاعت السيرفر هنكون اللي هي سيرفر سبيسيفيكيشن وغيره لو هو عايز يغيرها. هشيل ده كله تمام اللي هم دول وبقى خلاص. هو انا عندي امبس بتساوي امبليز، امبليز دي كده طالما احنا ريليشنال داتا بيز يبقى شيل على الديفولت. الديفولت بتاعنا كان ماي سيكوال على العناوين دي خلاص، انا لا اقول خليها على بوست جديد يعني الاعدادات دي صح على البوست جديد عندنا احنا بالنسبه لنا. لو عايز اغير يجي هنا ينادي على حاجه اسمها سيرفر سبيسيفيكيشن ويقول لي بقى يقول لي الحاجات الاساسيه الداتا بيز انجن ايه تمام. فاول واحده داتا بيز انجن، بس انا هو عايله دي بي انجن بتساوي هو الانبوت. دي اخر حاجه عملتها على السريع انا بس هقول له 1 بوست بي عشان هو يبقى فاهم 2 ماي سيكوال مثلا وهيدخل المسنجر وهيدخل الهوست انبوت برضه هوست 2 وهيدخل الداتا بيس انبوت برضه الاثنين الاثنين وعلى ورا ما تحبش ولكن بس وفي الحاله دي هيجي اقول له ايه؟ انا بس هغير الامس دي بتساوي انكريز وهو فاتح بوست وهو قايل له ايه؟ احنا لما بنادى على انكريز بقى ببعت كل اللي احنا كنا واخدهم كوبي بيست اللي هو الداتا بيز انجن. وهنا طبعا هبعت له بقى هبعت له الفاريبلز اللي دخلها اليوزر اللي هو البوست. وهنا اليوزر نيم زي ما اليوزر بعته. هنا اليوزر نيم الداتا بيز فين؟ دي الداتا بيز ايوه اللي هي الدي بي. وهنا اليوزر ايا يعني كان بقى هو اللي دخله ماليش دعوه. وهنا الباسورد ايا كان اللي بيدخله انا ماليش دعوه. كله مظبوط الا حاجه واحده اللي هي الداتا بيز انجن، ان هنا هو بيدخل تكست حر، بيدخل هنا في الداتا بيز انجن تكست ايه حر. فانا لازم اقول له مثلا اف ان الدي بي اندر سكور انجن لو بيساوي واحد على ان هو مدخل واحد احنا متفقين معاه، لو دخل واحد يبقى يقصد بوست جري يعني طبعا هيدخلها سترينج ما تنسوش. في الحاله دي انا هقول له يبقى دي بي انجن ده هيساوي دي بي انجن دوت ماي سيكوال. اولا انا مش متذكر للاسف الترتيب بس احنا المفروض نبقى متذكرينه يعني احنا نشوف احنا متذكرين ماي سيكوال واحد وبوست جري ثلاثه. احنا ما قلنالوش كده، احنا قلنا له لو رجعنا كده للي احنا عايزينه له يا دكتور التسجيله 2 ماي سيكوال احنا محددين 1 بوست جري 2 ماي سيكوال. يبقى احنا لازم نمشي زي ما احنا قايلين له 1 بوست جري خلاص عرفناها انسف. لو هو مدخل 2 في الحاله دي هقول له الداتا بيز انجن بتاعنا هتبقى ماي سيكوال. طبعا تقدر تقول له بقى الباقي زي ما انت عايز يعني، بس انا بس ايه ثبتها على السريع كده عشان اقدر اعملها. طبعا الفانكشن دي اللي هي سيرفر سبيسيفيكيشنز ديت ممكن نحطها من ضمن الاختيارات لو هو عايز يخش يعني في المنيو بتاعتنا. ممكن هنقول له 1 2 3 5 6 ممكن اقول له 7 كمان يأكسس السيرفر يعني تشينج للسيرفر تشينج
الحاله دي احنا بنعمل هنا اقول له واحد يعمل كذا، اثنين يعمل كذا، ثلاثه يعمل كذا، اربعه يعمل كذا، لازم اقول له كمان سبعه هيعمل ايه؟ هينادى على الفانكشن اسمها سيلكتور سبيسيفيكيشن ويران السيلكشن كده. ظبطت له ان هو لو عايز يغير السيرفر في اي وقت ويكمل شغل هيقدر يكمل شغل. يعني لو احنا بسم الله وعملنا ران احنا كده احنا عارفين ان باي ديفولت على بوست جري، احنا باي ديفولت على بوست جري تمام. طبعا ممكن نغير التايتل ده كمان بس احنا ما دققناش. بس انا اقول له ايه؟ لو مثلا لو انا عايز دلوقتي فايند رقم خمسه فايند ليست ده جاب لي شخص واحد اللي هو احمد من تيستر عشان بوست جري، هو ايه طبيع لي هنا الداتا بيس انجن زي ما احنا كنا طبيعي توتال. انا هظبط ان انا هنرجع على سبعه اللي هي تشينج السيرفر سبيسيفيكيشن، قال لي انتر الداتا بيس انجن، انا حتى استاف الكوست مش مشكله، لكن واحد بوست جري اثنين ماي سيكول، قلت له انا عايز اشتغل على اثنين اللي هي الماي سيكول، قال لي الهوست نيم، قلت له لوكال هوست، ودي ممكن اعمل لك بريميشن بقى واعمل شغل جميل بقى. بس يلا ما علينا. الداتا بيس اسمها ايه؟ قلت له والله انا ما عارف بس هي مش عارف ايه، حتى احنا كنا حاطينها فين يعني، حاطين هنا اه داتا بيس كان اسمها باي دي باي دي بي، قلت له باي دي بي اليوزر نيم، قلت له روت الباسورد، قلت له مفيش باسورد، خلاص غيرنا عملنا كده. تعالى بقى اما ايه نعمل فايند، نجيب الليست الكي ليست اللي رقم خمسه شغال على البوست جري غلط. تعالى نرجع نشوف احنا ايه اللي خلطناه هنا. احنا بعد ما خدنا كل الحاجات دي قلنا اكليز اللي هي الاصل اللي كان موجود بره، اه دي غلطه عندنا احنا عملناها مين اللي قالها لي؟ غلطة بسيطة. حاجة بسيطة جدا بس هي يعني هي أساس في شغل البايثون. لما بنيجي بنأكسس فاريبل من النوع اللي هو جنرال زي ما احنا بنسميه أو بنسميه بابليك، في الحقيقة البايثون بتعمل الحركة يعني غبية شوية بالنسبه للغات البرمجه، يعني ماشي عكس الديفولت بتاع لغات البرمجه، يعني ان احنا المفترض لما بنيجي بنعمل فاريبل جديد المفترض ان احنا بيشوف لو الفاريبل الاصل اللي بره نفس الاسم اللي جوه فهو بيشتغل على نفس الاصل اللي بره، لكن هو ما بيعملش كده. هو اللي بيحصل مش ده خالص، اللي بيحصل عندنا ان احنا بنعمل اكننا عملنا فاريبل جديد اسمه انكريز ملوش علاقه بالفاريبل الخارجي اللي اسمه انكريز اللي هو الداخلي. فهمت حاجه؟ يعني هو دلوقتي عمل الانكريز اللي هي داخل الفانكشن دي مختلفه بقى، يعني از فاريبل مختلف تماما عن الفانكشن اللي هي عن الفاريبل اللي هو الاوتسايد او الجنرال او الجلوبال اللي موجود خارج الـ خارج الايه الفانكشن بتاعتي. فاهمين الفكره دي ولا مش عارفينها؟ اه فاهمني يا دكتور، اللي هو نستخدم جلوبال او ان هو اه جلوبال، هي جلوبال نكتب بس كلمه جلوبال فين قبل الايه؟ اه نكتب جلوبال كده وجنبيها ايه؟ امس، بحيث ان احنا نبقى مشيرين نقصد ان احنا بنتكلم على الانكليز العام مش بنتكلم على انكليز جديد. هو حط دي في نيم سبيس ودي في نيم سبيس ثانيه. نعم؟ حط دي في نيم سبيس وحط اللوكال في نيم سبيس ثانيه بقى الاثنين غير بعض. مش نيم سبيس ولا حاجه، هو بس ان دي لوكال فاريبل، فهو عمل كرييت للوكال فاريبل جديد ملوش علاقه بالجنرال فاريبل او البابليك فاريبل اللي فوق اللي بره وخلصنا. فبقى ده في سكوب وده في سكوب ثاني. احنا دايما كل شويه شغال على الانكريز اللي بره، وبالتالي هو شايف السكوب الايه؟ السكوب الاعلى. ومش شايف دايما السكوب الاصغر، السكوب الاصغر ده ما بيتشافش غير انسايد الفانكشن بتاعتك. انسايد الفانكشن انت بتشوف الايه السكوب بتاع الامس ده. طب انا مش عايز كده، انا عايز اشتغل على العام ده اللي اتغير، وبالتالي لازم اقول جلوبال امس عشان يعرف ان انا عايز اشتغل على نفس الامس العام. فكده يبقى ده ما بقاش لوكال، بقى بيسمع في نفس الايه السكوب العام اللي موجود عندي. لو جينا جربنا غيرنا السكوب
وهعيد تاني. قلت له اولا انا لو جربت خمسه هيشتغل على البوست جريز اللي هي احمد تيستر 15. قلت له ماشي انا عايز بقى اشتغل على الجديد اللي هي سبعه. هتشتغل ايه؟ قلت له عايز اشتغل على الماي سيكوال الهوست نيم لوكال هوست الداتابيز نيم اي دي بي اليوزر نيم روت باسورد مفيش. قال لي ماشي. هو كان المفروض كنت اطلع رساله ولا حاجه لكن تعال نجرب فايند هول رقم خمسه. تلاحظوا جاب لي بيانات اللي من ماي سيكوال داتابيز انجن بقى ماي سيكوال وجاب لي محمد حسن وجاب لي عبد الجادر وجاب لي طه مهدي. قلت له طب انا عايز ارجع تاني للبوست جري هعمل حاجه هناك صح كده ولا ايه؟ او جاي اللي هو انا عايز اتشنج السيرفر سبيسيفيكيشن تاني. قال لي ايه بوست جري؟ قلت له بوست جري. قال لي السيرفر ايه؟ قلت له لوكال داتا بيز بتسمع باي دي بي 1 تقريبا على ما نتذكر. متذكرين نرجع نتاكد ان الداتا بيز عندنا كان اسمها باي دي بي 1 صح؟ قلت له اسمها باي دي بي 1. اليوزر نيم اسمه باي يوزر اليوزر نيم والباسورد قلت له باي يوزر برضه. تعالوا كده. قال لي ماشي وسام. قلت له طب فايند ليست كده هات لي الليسته اللي رقم خمسه. قال لي اكسس دينايد اليوزر ده. انت مش محدد له باسورد؟ قلت له لا انا حددت له باسورد صح. ماشي. هو تلاحظوا حاجه كمان، هو عمل غلطه ان هو راح يكونكت على ماي سيكوال. راح يكونكت على ماي سيكوال ما راحش يكونكت على البوست جري. ما عملش سويتشنج على البوست جري ولذلك لما جه ضرب قال لي اليوزر ده في حاجه في مشكله. في مشكلة ايه؟ احنا اصلا مش مفترض نكون بالكونكت دلوقتي على الماي سيكوال، يعني في حاجه حصلت غلط في هنا. ما احنا كنا دخلنا له اثنين ولا كنا دخلنا له واحد؟ انا مش فاكر. راجع للداتا بتاعتنا احنا اشتغلناها. هو كان شغال هنا على ماي سيكوال ولا ماشي. يعني هو حول نفسه ماي سيكوال، بس احنا كلنا بنحول نفسنا ماي سيكوال. احنا اخر حاجه مدخلينها واحد بوست جرين. فكان مفترض واحد، يبقى احنا عاملين هنا في الشرط الكونديشن في حاجه غلط. يعني لو كان واحد برضه دي بي انجن مش شغال يا دكتور. نعم دي بي انجن مش شغال. عمل لوكال برضه. لا هو لا هو صح، بس احنا ايه لانه هنا ايه؟ احنا اخذنا واحد بوست ماشي، ولذلك قلت له لو هو واحد يبقى الداتا بيز انجن بتاعتنا هي بوست جري. هو عملها لوكال فاريبل. لاحظ بص لما قلت عليها اللوكال ده برضه هشتغل عليه لوكال فاريبل، مش هشتغل على الدي بي انجن اللي فوق. تتبنى؟ هو برضه اعتمد ان هو خلاص انا قلت له جلوبال على دي بي انجن. عشان يبقى كلهم دي بي انجن واحد، هو عمل برضه واحد لوكال داخلي وواحد برضه خارجي. نفس الغلطه اللي فاتت بالظبط. وليكن. خلينا قال لي برضه انا مش معتبره جلوبال، يعني مش معتبر الدي بي انجن هي انبتس كده. انا ممكن نقول كده. خلينا بس الدي بي انجن كده عن. تعالى معايا نحطها فوق. نعم. امبس ثابته سيكوال. سمعا. امبس ثابته سيكوال قصور داخل دي بي انجن. صح صح صح. احنا هنا ثبتنا ايه؟ كنا بنجرب. احنا المفروض احنا غيرنا على دي بي انجن، احنا نبعت الدي بي انجن ايا كان بقى. مش دي برضه غلطه ثانيه غير اللي هو الأخير. لوكال فعلا هو جوه الدف مش هنعمله لوكال. غلطه ثانيه بقى. دي غلطه ثانيه لكن احنا غير، يعني اقصد دي غلطه ودي غلطه. تمام؟ انا عملت ايه؟ انا هنا اهو ادي طبعا اشتغلت عملت فوق الامس وعملت فوق الدي بي انجن وظبطت اللي بشتغل على الاصل. وجيت هنا تمام؟ احنا كنا مثبتين هنا ان احنا شغالين على ماي سيكوال. احنا غلط، احنا طبعا بنبعت الدي بي انجن احنا مظبطين يا اما بتشيل مره بوست جري يا اما بتشيل مره ماي سيكوال. وبعتنا الداتا بيز انجن احنا كنا باعتين ماي سيكوال. لا نبعت بقى الداتا بيز انجن احنا بقى لو على حسب بقى احنا سويتش. قلت له معلش نجرب. لو جينا عملنا سبعه مش هنعمل سبعه، احنا هنعمل اول ليست. قال لي تمام.
هو شغال على ايه؟ قال لي دلوقتي انا شغال على بوست جي. قلت له تمام. وجاب لي الداتابيز اللي هي بوست جي. قلت له كويس جدا. انا عايز اعمل 27 تشينج سبيسيفيكيشن واحد ولا اثنين قلت له اثنين لوكال هوست داتابيز انجن قلت له باي جديده اسم الداتابيز الموجود على ماي سيكوال يوزر نيم كان هناك روت الباسورد ما كانش يبقى فيه باسورد كده المفروض اعمل لي تشينج للسيرفر تمشي بقى يجيب لي بيانات خمسه قام قال لي الموجود عندك في الاسكو سيرفر محمد حسن وعبد الجابر وطه مات قلت له حلو دلوقتي كنا ماشيين صح تعالى معايا لما نيجي نعمل تشينج تاني للسيرفر قلت له عايز اشتغل ارجع تاني بوست جي تاني اللوكال الهوست اللوكال هوست الداتابيز هناك اسمها باي دي بي 1 اليوزر مين كان اسمه باي يوزر الباسورد كان اسمه باي باي يوزر برضه ادي ماشي بس لسه ما شفناش هو يعمل سويتشنج ولا لا تقوم نعرف بس الليست تاني خمسه اما عمل سويتش فعلا ده داتابيز انجن بقى بوست دي وبقى احمد وتستر بس اللي هي قلت بس عشان اتاكد 100% بس اخر حاجه اعملها ولما خلاص كده احنا اتاكدنا من كل حاجه ان شاء الله هقول له انا عايز اعمل عليه واحد على بوست دي طبعا لو عايز اضيف لي موظف رقم اثنين اسمه مثلا اسلام الجوب خليه بروجكت مانجر معلش خلاص قال لي الضغط قلت له ماشي يعني اعمل لي الليسته كلها هات لي خمسه هلاقي عبد هلاقي احمد وهلاقي كمان اسلام بهاء الضغط هسويتش مره اخيره على الماي سيكوال لوك بوست كل ده من غير ما اقفل البرنامج وافتح واغير في الكود ولا اي حاجه خالص انا شغال كل هو في الاوبشنز واختياراته شغال على ماي سيكوال تو باي دي بي يوزر نيم مش فاكر اليوزر نيم كان خليه روت مش في باسورد خلاص عمل تشينج قلت له طب دور لي كده ده يجيب لي خمسه يعرض لي بياناتهم قال لي ما عندكش غير محمد حسن وعبد الجابر وطه مهدي قلت له ماشي عايزين نضيف واحد الارقام كانت ماشيه هنا 1 1 1 انا 1 1 1 1 1 4 هو اسلام جوب بروجكت مانجر الضغط قلت له طب اعرض لي الليسته خمسه فنلاحظ ان بقى عندي محمد حسن عندي عبد القادر عندي طه عندي اسلام يعني كمان بقى لما نقدر نسويتش ما بين اكتر من داتابيز باختيارات وبنشتغل وبنقلب ما بين انجن وانجن والدنيا عندنا حكايه هتنقل مع اي ما بين اي داتابيز ريليشنال ما فيهاش مشكله ان شاء الله بس باكد اللي عملناه خلاصة عشان بس ما شرحت بسرعة عشان كان الوقت كان للأسف كان عدانا عملنا بس دي كده طبعا نادينا على الريشنال عملنا دي كده وقلنا ان في حاجة فانكشن اسمها سمبل سبيسيفيكيشن تشتغل على الجلوبال تاخد الداتابيز انجن والهوست واليوزر نيم والباسورد والداتابيز نيم وبتظبط نفس الداتابيز انجن وبتعمل اوبجكت الامبس على حسب الداتا اللي دخلها اليوزر وبقى اوبشن وبقى اوبشن من ضمن الاختيارات عشان يقدر يخش له زودناه خلينا رقم سبعه ولما بيختاروا زودناه برضه الفانكشن بتاعت السليكشن ان هو لما بيختاروا هنادي على الفانكشن بتاعته وهو بيسويتش بقى ويقلب على نوع الداتابيز اللي انت عايزها ويجيب لك من الحته اللي انت عايزها طبعا انا مثبت كمان اسم الامبلويز لكن ده ممكن يتغير ممكن يتم يتغير بس هتبقى دايناميك قوي بس ده ممكن يحصل بس ساعتها هضطر اتغير الاكزامبل 88 لكن ممكن نظبط الريليشن داتابيز بدل امبلويز بس تشتغل على اي داتابيز بس هتبقى يعني مور دايناميك وهنضطر نظبط في حاجات كتير هنا عشان نقدر نظبط الجمل دي تمام لكن يعني ايا كان ده مش مشكله بقى عندنا نعمل نفس الفكره على اي حاجه ما عندناش مشكله خالص